طالما ملفاتك المهمة موجودة على جهاز إلكتروني كحاسوبك، فمن الوارد جداً ضياعها، إما بحذفها عن طريق الخطأ أو بتعطل الجهاز أو حتى بإصابته بفيروس. اليوم أتينا لكم بحل لهذه المشكلة لاسترجاع الملفات المحذوفة. أهلاً في أبتكر. رغم أن برنامج ريكفريت حديث على الساحة ولم يمر عليه أكثر من سنة، إلا أن شركة ووندرشير المطورة للبرنامج قديمة في سوق برامج وتطبيقات سطح المكتب، وطورت عدة برامج لها شعبية وسمعة كبيرة وجيدة. كما هو الواضح من اسم برنامج ريكفريت، فإنه يعمل على استرجاع ملفاتك المحذوفة سواء عن طريق الخطأ أو بسبب الفورمات أو حتى بسبب تعطل الكمبيوتر. البرنامج يتوفر على نسخة مجانية محدودة المزايا والاستخدام، ونسخة مدفوعة تسمح لك الوصول إلى كافة المزايا في البرنامج واسترجاع الملفات المحذوفة مهما بلغ حجمها. واجهة البرنامج البسيطة والسهلة تسهل على المستخدم فهم طريقة العمل عليها. كل ما عليك فعله هو تحميل البرنامج من الرابط الموجود أسفله وتثبيته. يمكنك تحميله على الماك وعلى جميع أصدارات ويندوز الحديثة، من ويندوز 7 و 8 8.1 إلى ويندوز 10. عند فتح البرنامج ستظهر واجهة تختار من خلالها الموقع الذي تريد فحصه واسترجاع منه الملفات المحذوفة. يمكنك اختيار الهاردات الموجودة على جهازك أو من أجهزة التخزين الخارجية كفلاشة USB وكارت ميموري. يمكنك اختيار استرجاع الملفات من مكان محدد أكثر كسطح المكتب أو سلة المهملات أو مجلد محدد. في حالتنا نحن سنختار استرجاع ملف PDF حذفناه عن طريق الخطأ من فلاشة USB. سنؤشر على الفلاشة ثم نقوم بالضغط على Start لتبدأ عملية الفحص. قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت. بعد الانتهاء سيتم إخبارك بعدد الملفات التي تم استرجاعها. فكما تلاحظون استطاع البرنامج استرجاع أكثر من 500 ملف. يمكنك الضغط على خيار File Type لتكون عملية البحث أكثر سهولة لك، حيث ستجد البيانات التي تمت استعادتها مصنفة في مجلدات حسب نوعها وصيغتها. في حالتنا سنلجأ لملفات Documents لنجد مستند PDF الذي حذفناه مع عشرات المستندات الأخرى. لاسترجاع الملفات يكفيك التأشير عليه والضغط على خيار Recover ومن ثم اختيار مكان حفظه. ينصح البرنامج بعدم حفظه في نفس المكان الذي تم استرجاعه منه لتجنب أي مشاكل في الحفظ. وأخيراً يمكننا أن نهنئك، تم استرجاع ملفاتك بنجاح. برنامج ريكفريت يتيح مجموعة من المميزات يجعلك تختاره من ضمن عشرات برامج سطح المكتب الأخرى، منها أنه يقبل استرجاع جميع أنواع الملفات بجميع صيغها، حيث يقبل ما يعادل 550 صيغة، بالإضافة إلى استعانة البرنامج بمجموعة من الخوارزميات المتقدمة تجعل عملية الفحص معمقة وأكثر سرعة مهما كان سبب ضياع الملفات، حتى لو كان الأمر يتعلق بتعطل الجهاز أو تعرضه لهجمات فيروسية. كل هذا جعله محل ثقة لأكثر من 5 ملايين شخص يستخدم البرنامج. كان هذا الشرح مفصل حول طريقة استرجاع ملفاتك الضائعة أو المحذوفة من جهاز سطح المكتب باستخدام ووندرشير ريكفريت. يمكنك تحميل البرنامج على ويندوز أو ماك من الرابط الموجود أسفل الفيديو. ونلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من أبتكار. إلى اللقاء.